بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومدونة تك روفيكسر. اليوم صراحة اليوم سوف نقوم بشرح أداة تعتبر من بين أحسن الأدوات المجانية التي يمكنك استعمالها ويمكن للفنيين استعمالها في فنيين صيانة. أداة صام اف دبليو في طول في إصدارها الأخير 4.7.1. هذه الأداة أتت ببعض الإضافات كما ترون هنا. هذه الإضافات الأخيرة التي تم إضافتها في هذه الأداة، صراحة فهي أداة بها العديد من الأوامر التي يمكن استعمالها مجانا من أجل فتح الـ FRP أو عمل فلاش لأجهزة سامسونج إلى آخره. إذن على بركة الله، هنا كما ترون هذه هي القائمة الأفق التي توجد هنا فوق، فيها سامسونج، شاومي، LG إلى آخره. نبدأ بسامسونج كما ترون هنا تيست مود. بالنسبة للتيست مود نقوم بعمل FRP عن طريق سيكوريتي أولد، يعني الحماية التي كانت قبل 2022، وهنا الحماية الجديدة. ثم كما ترون هنا يمكنك عمل باي باس للـ FRP بالنسبة للأجهزة التي توجد هنا، كما يعني جميع الأجهزة الموديل يعني الفيرسيون كما ترون. ثم هنا عمل فاكتوري ريست لأجهزة سامسونج، يمكنك تخطي او عمل ديزايبل لحماية نوكس، وهنا تقوم بعمل ديزايبل لفاكتوري مود. كما هنا هذه الاوامر بالنسبة للام تي بي، يمكنك عمل فاكتوري ريست، ثم عمل انيبل بالنسبة لاجهزة التي بها فيرزون، يمكنك عمل انيبل للسيكريت كود. ثم هنا بالنسبة للأدوبي، هذه الأوامر الخاصة بالأدوبي. ثم روبوت أو عفوا الروت. ثم الأمتكا يعني أجهزة سامسونج الخاصة الأمتكا، يمكنك عمل فاكتوري ريست، ثم فورمات داتا، ثم روموف FRP وين لوك بوت لوادر ورول لوك بوت لوادر. كما ترون فهنا كانت بعض الإضافات بالنسبة لهذا القسم الخاص بسامسونج MTK. تم إضافة Remove FRP و Factory Rest Data كما ترون و Format User Data. هذا القسم فقد تم إضافته حديثا، بالإضافة إلى هنا بالنسبة للأدوبي Change Serial كما ترون. ثم هنا المود Download مود، يمكنك عمل ريست او فاكتوري ريست، يمكنك عمل تخطي الباي باس FRP بالنسبة للأجهزة التي تحمل اندرويد 5 و 6 بهذه الطريقتين. ثم اودين فلاش، يعني يمكنك عمل فلاش للهاتف هواتف سامسونج عن طريق هذه الأداة بالنسبة بطريقة الاودين. ونمر الى أجهزة شاومي كما ترون، هي كذلك تضم الأدوبي، يمكنك عمل تخطي لي أو بيباس للمي أكونت أندرويد 8. ثم عمل إنيبل دياغ مود. هنا بالنسبة للفاست بوت يمكنك عمل روموف ل FRP وسلايد وسايد لود، يمكنك عمل ريست فاكتوري ريست، ثم حذف ال FRP و REST للمي أكونت. ثم هذه الأوامر الأخرى بيباس مي أكونت. ثم الميديا تيك يعني أجهزة شاومي الميديا تيك. عليكم السلام ورحمة الله. إذن كما قلت هنا بالنسبة لهذا القسم فهو خاص لأجهزة شاومي الأم تيكا، يمكن عمل ريست فاكتوري ريست وفورمات يوزر داتا وريموف
FRP كما يمكنك فتح وإغلاق البوت لودر. إذا ثم الرست للمي اي كلود المي كلود، يعني هذه الأوامر التي توجد هناك كاملة. ثم الآن بالنسبة للأوديال مود الخاص بأجهزة شاومي، فهو يدعم بعض الأجهزة، ليس كل الأجهزة، وإنما يدعم هذه الأجهزة التي توجد هنا. يمكنك اختيار الجهاز الذي تريده وتطبيق الأوامر التي توجد هنا. الآن بالنسبة لألجي يمكنك عمل فاكتوري ريست ثم مود داونلود مود. ثم بالنسبة لأوديال مود يمكنك اختيار من بين هذه الأجهزة التي توجد هنا، يمكنك عمل تخطي للأف أر بي وعمل فاكتوري ريست. والجميل في هذه الأداة وهو عمل فلاش بالنسبة لأجهزة LG. عفوا. إذا كما قلت فهذه الخاصية في جيدة جدا. دائما ما نبحث عن برنامج الذي نقوم بعمل فلاش لأجهزة LG، فهي موجودة هنا في هذه الأداة. يمكنك اختيار فلاشة من هنا عن طريق أو بصيغة الكاد دي زاد يعني، وعمل فلاش لأجهزة LG، وهذا جميل جدا. كما هناك أجهزة أندرويد بصفة عامة، هناك أوامر بالنسبة للأدوبي إذن، وهناك أوامر خاصة بالـ FRP مثل فتح جوجل وجوجل ماب إلى آخره، ثم عمل ريموف للـ FRP. ثم هنا يمكنك عمل أو يمكنك تثبيت بعض التطبيقات عن طريق هذه الأداة. ثم هنا عمل روت أو عمل إذا كان الهاتف مكسور الحماية يمكنك مسح أو فتح الهاتف إذا كان له قفل. ثم هنا أجهزة الكوالكوم يمكنك كذلك الاستفادة من هذه الأوامر التي توجد هنا. ثم أجهزة الأمتكا بصفة عامة، أوامر التي يمكنك الاستفادة منها مثل فاكتوري ريست والفورمات يوزر والريموف FRP. ثم هذه الأوامر التي توجد هنا. صراحة من بين أحسن الأدوات المجانية هذه الأداة، فهي كذلك يمكنك الاستفادة منها. أتمنى أن يكون هذا الشرح مفيد لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله.